مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في الأمسية في البلاد اليوم، طبعا للحديث حول طبعا موضوع اشغال الدورة العادية 37 لرؤساء دول وحكومات الإفريقية بطبيعة الحال اللي التأمت في الدورة 37 للاتحاد الإفريقي ودارت موقف متقدم في مسائل كثيرة جدا، يعني بالنسبة لغزة، بالنسبة لإفريقيا 2063، بالنسبة كذلك للعمل البيني الإفريقي، إضافة كذلك بالنسبة للقوة العسكرية الإفريقية. نتكلم على هذا الموضوع، وسيد أحمد عطاف ألقى كلمة يعني ممثلا لرئيس الجمهورية، ثم نتناول الموضوع الثاني هو كذلك المبادرة الجزائرية في مجلس الأمن اللي تعمل الجزائر على تجديد الدعوة والمطالبة وإحراج الكيان الصهيوني ورعاته يعني الرسميين من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وغيره اللي عندهم حق الفيتو، إحراجهم بضرورة يعني أمر الكيان الصهيوني بوقف عدوانه الهامجي في غزة خاصة في رفح. ضيفي في الأمسية والأستاذ فاروق قاطيفور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أستاذ فاروق مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء الخير وتحية ليك ولمشاهدي قناة البلاد، وأيضا يعني تحية لشهداء الجزائر في يوم الوطني للشهيد، على اعتبار أننا يعني ثمرة من ثمرات هذا الاستقلال وتلك التضحية التي قدموها من أجل أن تكون الجزائر بهذا الموقف الذي أصبح راسخا في سواء في قضايا العادلة وقضايا تصفية الاستعمار أو في القضايا الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات. أعتقد أن هذه وقفة مهمة جدا في هذا اليوم الوطني للشهيد. قلت ثمرة أستاذ فاروق، وإذا كنت كرمت نزيد عليك شوية هكذايا استدراكا، يعني ونحن نعيش الآن في صدقة جارية لهذا الشهداء بدون شك، بدون أدنى شك. وأعتقد أن كل الجزائريين يدينون لهؤلاء بهذا الدين كبير وكبير جدا، وأعتقد أن أهم شيء يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون هو الحفاظ على رسالتهم التي ماتوا من أجلها. وهنا نستشهد بقول يعني أحدهم رحمه الله، إذا متنا فيعني استشهد يعني صح التعبير يعني حققوا هذه الأهداف التي يعني رفعناها في بياننا الأول لإطلاق هذه الثورة، وهو بيان أول نوفمبر، بيان تأسيس. أستاذ فاروق خلينا نتكلم شوية على إفريقيا، هل تراها اليوم متقدمة على المجموعة العربية؟ موقفها يعني حيال القدس، حيال القضية الفلسطينية، حيال غزة، دور الجزائر في مجلس الأمن، هل تراه يعني الجزائر أعطت له دفع قوي خلاه يظهر هو والمنطقة العربية وكأنه عندنا سرعتين مختلفتين؟ يعني أعتقد أن إفريقيا يعني اليوم فيها حالة إدراك ووعي جديد بطبيعة المعادلة الدولية، وأعتقد أنها كانت تنطلق من الآباء المؤسسين لفكرة الوحدة الأفريقية أولا ثم الاتحاد الأفريقي، الذين كانوا يتطلعون إلى تصفية الاستعمار، كانوا يتطلعون إلى تلك الأفكار وضد الأبرتايد، ضد يعني كل الحالات يعني العدوان والهيمنة والقمع. وأعتقد أن أفريقيا عاشت هذا بكل مرارة على مستويات عدة، وما تزال إلى اليوم للأسف الشديد يعني في بعض نخبها التي ما تزال اليوم تحن إلى ذلك العالم اللي فيه امتداد للاستعمار بكل أنواعه، واليوم ما تزال في تحديات النفوذ وتحديات التغلغل تاع هذه القوة التي تريد، ما تزال تريد وتبرمج لاستغلال ثروات هذه القارة. أعتقد أن أفريقيا اليوم هي نخبها الآن يعني وعت، وهي يعني قراءتها للوضع أعتقد أنها قراءة صحيحة، لأن هذا هو الوقت وتلك هي فرصة لهذه النخب الأفريقية بكل دولها المؤسسة، خاصة يعني الدول التي الآن هي رافعة لراية التحرر وراية المقاومة اللي هي جنوب أفريقيا والجزائر، التي ما تزال إلى اليوم يعني حريصة على محاربة ومواجهة التطبيع، مواجهة التغلغل الصهيوني في القارة، وأعتقد مواجهة حالة النفوذ للدول الكبرى التي ما تزال إلى اليوم تعطل وتفرمل مشروع إفريقيا 2063. طيب
أستاذ فاروق، يعني أنت الآن في كلامك ذكرت أنه هذا الموقف المتقدم لإفريقيا بطبيعة الحال، ونحن نتكلم عن الموقف حيال القضية الفلسطينية بطبيعة الحال بالمقارنة مع الموقف العربي، بالمقارنة مع الموقف العربي ونتحدث عن جامعة عربية ومؤتمر إسلامي ومؤتمر يعني منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء بعض الدول التي ما تزال إلى اليوم أيضا في هذا في هذه المجموعات، لأنه حتى العالم العربي اليوم هو مقسم إلى ثلاث مجموعات، مفكك إلى ثلاث مجموعات، زوج مجموعات هي في الحقيقة ملتحقة في الحقيقة بالركب الأمريكي والركب الصهيوني، يعني بكل الأسباب والمبررات والخطابات والمواقف التي تقولها، ولكن هنالك على الأقل تقدير هنالك خمسة من الدول العربية التي ما تزال إلى اليوم حريصة على التوقيف يعني حمام الدم في غزة، وما تزال اليوم واضحة في مواقفها وحددت موقعها من هذه المقاربة على الهيمنة ومقاربة يعني إن صح التعبير وصف المقاومة بكل النعوت، سواء كانت يعني هذا مش مليوم. لذلك فعندما تقارن، هذا هو المقارنة بين يعني ما تقوم به أفريقيا من دول وهي دول في نهاية المطاف لا تقاسم القضية الفلسطينية، بعض الحاجات تختلف عنها في ربما في الدين، ربما في وحدة المصير، ولكنها في قيم الإنسانية، في قيم المقاومة، في الثورة والمقاومة وروح يعني إن صح التعبير التحرر الموجودة في هذه الدول، كان هنالك فرق كبير وكبير جدا في هذه الأخرى. الجامعة أكيد قارن اليوم الجامعة العربية في مواقفها الأخيرة أو منظمة التعاون الإسلامي عندما اجتمعت في قمة مشتركة، وتقارن اليوم الموقف تاع الاتحاد الأفريقي اليوم عندما يعني كل تقريبا الخطابات التي جاءت من رؤساء دول وحكومات أفريقيا تدين الكيان الصهيوني، تدين الهمجية، تدين الإبادة الجماعية، وتثمن وتسند بقوة الموقف يعني والمبادرة تاع جنوب أفريقيا التي يعني في نهاية المطاف أحالت هذا الكيان على محكمة العدل الدولية ونجحت وانتصرت عليه على مستويات عديدة، واليوم هو في الحقيقة مطالب بأن يستجيب أو يطبق ويجسد على أقل تقدير تلك الإجراءات التحفظية التي يعني خرجت بها محكمة العدل الدولية، واليوم أيضا يعني قرينتها وشبيهتها ومثيلتها في أفريقيا اللي هي الجزائر تحمل الهمة في شق آخر من أجل إن صح التعبير إلزام مجلس الأمن على أن يلعب دوره في تطبيق تلك الإجراءات التحفظية في انتظار أن يعني بشكل استعجالي بشكل استعجالي حتى يتوقف وتكون هناك وقف لإطلاق النار، وخارج كل المبررات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة تاع ننتظر نتيجة المفاوضات وننتجد كذا وننتجد كذا. أعتقد اليوم بالمناسبة أستاذ فاروق إسماعيل هنية كان راه ضرب بتصريحه في الصفر، يعني كل التصريحات الأمريكية قال بأنه لم نترك شيء نقدمه ولم نقدمه في المفاوضات لتسهيل المفاوضات كذا 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 لتسهيل المفاوضات لنجاح العملية، ولكن ليس دون وقف العدوان الإسرائيلي، ليس دون تحرير الأسرى على الأقل اللي عندهم أحكام ثقيلة ومرضى إلى آخره إلى آخره، ليس دون تأمين الغذاء والرعاية الصحية وكذا، إلى بمعنى أنه هنية قال اليوم لا يمكن أن نضحي بتضحيات شعبنا الفلسطيني ونخرج صفر اليدين في المفاوضات. أعتقد أن الرأي العام العالمي وكل عقال العالم وأحراره العالم الآن عندما يعني يصرح إسماعيل هنية بهذا التصريح ويسنده منطقيا وموضوعيا وإنسانيا وفي حقوقه، لأنه يرى أنه يعني الحاصل اشتهي اليوم أنت في مفاوضات وتريد أن تفرض وتريد أن تحرج هذه المقاومة، قال إحنا درنا محادثات باريس أمامك ودارها بدون حضور أي طرف فلسطيني فيه، ومع ذلك تجاوبت المقاومة مع هذه المبادرة وقدمت ملاحظاتها وملاحقها وكيف ترى هذه العملية، بمعنى أنك أنت أمام مقاومة واعية، مقاومة عندها استراتيجية ودبلوماسية، ومقاومة تتعاطى مع منطق القانون الدولي والقانون الإنساني وكل العلاقات يعني ومبادئ العلاقات الدولية، في مقابل كيان لا يسمع لا لمحكمة العدل الدولية ولا يعني لهيئة الأمم المتحدة ولا كل الدعوات التي يعني العالم كله يرى بأم عينه هذه الحالة تاع الحصانة التي أصبح يتمتع بها هذا، وحالة يعني إن صح التعبير يعني أنه أذان صماء وعين عمياء على أن ترى هذه الأشياء، ولكنه في نفس الوقت 250 يعني إنسان فلسطيني يموت يوميا، مئات طفل يوميا
وفي نفس الوقت 150 طفل يعني فلسطيني يلدوا في يعني على أبواب المستشفيات وبدون أدنى أدنى دخلوا في 30,000 شهيد بدون شك. ورانا رايحين للشهر الخامس يعني المقارنة اليوم أمام كل العالم لا يوجد هنالك أي مبرر. ولذلك دخلت الولايات المتحدة في حالة ارتباك وإرباك في الموقف والخطاب وتناقض، وأيضا أعتقد أنها في ورطة كبيرة وكبيرة جدا، لأنها في نهاية المطاف تريد أن تقول بلسان الأمريكي والمسلمين في أمريكا وهي مقدمة على الانتخابات في نوفمبر 2024 على أنه يعني أنا ضد التهجير القسري، أنا مع إدخال المساعدات، لا ما تدخلوش رفح إلى غير ذلك، وفي المقابل تعطي الضوء الأخضر لهذا الكيان الصهيوني، لهذا الكيان المتطرف الوحشي من أجل أن يقترف هذه الجرائم في هذه الأرض اللي في الشهر يعني الشهر يعني الشهر الخامس سيدخل في هذا الشيء. فأعتقد أن المجتمع الدولي بما فيه من عقال، كل المنظمات، كل يعني أعتقد أنهم يرون هذه الحالة، وهي حالة انكشاف كلية للمجتمع الدولي اللي في نهاية المطاف في الاتحاد الإفريقي، ولا أعتقد أن أيضا في بعض المنظمات الأخرى اللي يعني أن تتحدث فعلا الآن على حالة يعني إصلاح حقيقية لهذا المجلس الأمن. وعلى أعتقد أن الجزائر في مع مجموعة العشرة التي هي يعني مكلفة بتقديم مقترحات عملية، ليس فقط في توسيعه وإنما في آليات العمل تاعو. شوف اليوم حق فيتو واحد يعني في نهاية المطاف يخلي يعني كيان ويعني غاصب وظالم يعني كما يقولوا حنايا يقتل يوميا وصلت الآن إلى 30. وهي بإفريقيا في مجلس أن هي مظلمة تاريخية. أستاذ بالعودة لإسماعيل هنية، أستاذ ربما المشاهد الكريم حتى يعني يدرك أنه الشيء اللي قلناه عليه وقلنا ماهوش على إسماعيل هنية كشخص ولكن على المقاومة، خلينا نعطيه له سر أنه في الجزائر لما الجزائر رعات اتفاق الفصائل الفلسطينية، إسماعيل هنية وقع للرئيس رئيس جمهورية سيد عبد المجيد تبون صك على بياض، أنا مستعد، قال له نوقع كل ما تخرجون به وما يخرج به الإخوة الأشقاء الفلسطينيين، يعني أعطاه صك على بايا، ما كاش مستوى في السياسة أكثر من هذا. صحيح يعني أبانت المقاومة على يعني درجة عالية من المسؤولية، وأبانت أيضا على درجة عالية من الثقة بالنفس، وأبانت أيضا على أنها تملك رؤية استراتيجية لتحرير بلدها، وهي تتعاطى مع كل الدول بهذه الرؤية وبهذه الاستراتيجية، وإلى اليوم هي ناجحة في تسيير هذه المعركة على المستوى الإعلامي، في تسيير هذه المعركة على المستوى الدبلوماسي، في تسيير هذه المعركة على المستوى العسكري، وأيضا في الحفاظ على تلك العلاقة المتماسكة والصلبة ما بين المقاومة والحاضنة الشعبية اللي إلى اليوم ما تزال صامدة، واليوم في رفح أكثر من 1,400,000 يعني هؤلاء في نهاية المطاف الآن يعني حالة يعني إن صح التعبير غير إنسانية مش إنسانية ما تقدر توصفها اليوم. ولذلك أعتقد أن هذا الصبر والتحمل وهؤلاء أبناؤهم عندما يتعاطون مع هذا في هذا الموضوع، ولذلك أنت أمام مقاومة مسؤولة جادة تعرف ما يعني ما تريد، وفي مقابل يعني كيان له حصانة أمريكية وفي مجلس الأمن لا يمكن أن لذلك أعتقد أن المجموعة الأفريقية ولكنه فاشل ولم يحقق أي هدف من الأهداف، هذا يعني الذي قلت لك راه يخسر في وقت ثمين بدون أدنى شك. هو أنا أعتقد أنه يحفر قبره بطول هذه المعركة وبنفاذ كل الأوراق الموجودة عنه، بغض النظر حالة الإفلاس الاقتصادي والإفلاس الأخلاقي والإفلاس حتى الصحي والنفسي لجنوده وتلك الألوية التي تنسحب هنا وهناك، وتلك يعني حالات الخسائر والفشل الذريع اللي داروا في خان يونس واليوم يديروا بدون أدنى شك في رفح. على أعتقد أن المقاومة هي جاهزة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في مقابلة هذا الصلف وهذه الهمجية وهذه الإبادة الجماعية. ولذلك هذا التوازن الموجود في المقاومة وفي إدراك المقاومة وفي أيضا يعني حسابها للأوراق الموجودة عندها، أعتقد أنها في نهاية المطاف هي يعني مثار إعجاب حتى دول وليست فقط مقاومة، لأنها تسير المعركة بطريقة في كل يوم باقتدار وبامتياز، وفي كل يوم تربح تربح صديق. الأمين العام للأمم المتحدة يقول بأن حماس ليست منظمة إرهابية، هذه حاجة كبيرة جدا. لما رؤساء دول ووزراء خارجي دول عدة، لما تتحرك أكثر من يعني مئات العواصم اليوم لدعم القضية الفلسطينية، هذا كله
بقدر ما ترتفع أسهم الشعب الفلسطيني بقدر ما تتهاوى أسهم هذا الكيان صحيح. بدون أدنى شك، ولكن الناس والمشاهدين والرأي العام بدون أدنى شك يحسب حسابات المعركة في التوقيت، متى يحدث كذا وما يزال هنالك القتل وما زال هنالك القصف وما تزال هنالك كذا والكوارث والمجاعة وكل هذه. وأعتقد أن هذا يعني هو منطق المقاومة وهو منطق الثورات في كل التاريخ العالمي، ولكن في المقابل لا يمكن أن يعني إن صح التعبير أن نغفل عن هذه الحالة الإنجاز الكبيرة والعملاقة التي أديرتها المقاومة الفلسطينية. لا أعتقد أن هنالك دولة ستصمد يعني في مقابل حلف الناتو الذي يدعم الكيان الصهيوني بكل الأشكال وبكل الأنواع وعلى مستوى كل المؤسسات. في المقابل هنالك أعتقد أن حالة إدراك جديدة ووعي جديد على أقل تقدير في بعض التجمعات الإقليمية ومنها وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وبعض هذه الدول التي إلى اليوم هي في مواجهة دبلوماسية ذكية واستراتيجية مع الفيتو الأمريكي اللي اليوم أدخلته أعتقد في حالة حرج كبيرة وكبيرة جدا، لأنه سيتناقض مع خطابه، سيتناقض مع المشاريع التي يقدمها، وسيتناقض أمام الرأي العام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الإحراج الموجود الآن للحكومات الغربية المنحازة للكيان الصهيوني أمام شعوبها، أعتقد أنه له ما بعده على مستوى الانتخابات القادمة، له ما بعده على مستوى حالة الاستقرار القادمة، وله ما بعده أيضا في مسألة التحول اللي الآن رانا الآن هذه كلها حلقة وجولات من جولات التحول نحو عالم متعدد الأقطاب. وأعتقد أنه هناك بعض القوى للأسف الشديد أقول هذا في التحليل أنها ما تزال إلى اليوم يعني إن صح التعبير تمارس العملية الدبلوماسية والوصول إلى حالة التحول المتعدد الأقطاب ببطء كبير وكبير جدا، وهي دول تملك كل القدرة على أنها تتضامن وتتفاعل وتتحالف مع القوى هذه التي ترفع راية التحرر من حالة الاستعباد اللي راهو ديرتها الآن الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد حق الفيتو ورفع تلك المرأة التي تمثلها في مجلس الأمن. هكذا فقط توقف العالم ككل. نديروا فاصل للأستاذ ونعود نقولوا نقطة مهمة جدا، ويا هذا الوعي المتنامي أو هذه الحظوة على القضية الفلسطينية في الاتحاد الإفريقي، هل جاءت يعني هكذا أنه عمل جاد وعمل قوي، وبقدر ما يتنامى الوعي بالتضامن مع القضية الفلسطينية هو بمثابة سد منيع للتغلغل الصهيوني. لمليح المشاهد الكريم قولوا له أنه التغلغل الصهيوني ليس وليد الأمس ولا السنة الماضية ولا الشهر الماضي، بل قديم في إفريقيا وخطورته كبيرة جدا. فاصل قصير ثم نواصل النقاش مشاهدينا الكرام.